اختتمت مؤسسة طيبة التنموية مشروع البطاقة التنموية لمعلمي ومعلمات أمانة العاصمة، والتي استهدفت 4 مدارس حكومية للتخفيف من أعباء المعلمين المادية. ظروف اقتصادية صعبة عاشها ويعيشها أبناء اليمن كافة، ومنهم المعلمون الذي لولا صبرهم وتحملهم لكتب للتعليم الفشل ولأجيال اليمن بالضياع والتشرد. وحقق العدوان أحد أهدافه ذاك ما جسده المعلم خلال 2 عامين من العدوان السعودي على اليمن. إن عامل كبير من عوامل النجاح بإنهاء هذا العام الدراسي هو التكاتف المجتمعي مع المعلمين والمعلمات، وها هي تكاتف مجالس الآباء والأمهات، تكاتف الخيرين. دعما للتعليم وتكريما للمعلم، قامت مؤسسة طيبة للتنمية بتوزيع بطائق تموينية في محاولة منها التخفيف من أعباء المعلم. فكرة البطاقة التموينية تأتي كإكرام للمعلم والمعلمة الذين أدوا دورهم في هذه المراحل الصعبة التي تعيشها بلادنا، لأننا يجب أن ندرك جميعا أنه عندما تغلق أبواب المدارس فمعناه أننا قد وصلنا إلى مرحلة أن الحياة بالنسبة لنا كيمنيين أغلقت. المعلمون أشادوا بهذه اللفتة الوطنية لمؤسسة طيبة التي جسدت حرصها على استكمال التعليم والحفاظ على الأجيال. من خلال قناة اليمن اليوم ندعو كل المنظمات وكل الخيرين وكل التجار بأن يساهم في دعم العملية التعليمية ومناصرة المعلم، ما يجعل بقية المؤسسات الداعية للخير والتنمية القيام بواجبها نحو المجتمع للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف التي يعيشونها جراء العدوان السعودي وحصاره الجائر. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء. أقامت منظمة إكليل للفنون